دورك معك التسعة؟ التسعة لا معي الجوكي، بدك اياها؟ خلي لك اياها للجوكي، ما بفي. معك السبعة؟ السبعة ما معي اياها. خلي لك اياها ما بفي. معك هادي ثلاثة. اعطينا الجوايزة. جوايزة ما معي اياها. وكيف ما معك اياها؟ ما هيديك هيدي اعطينا هيدا السبعة. اعطينا ورق ضمة. مين؟ فريد؟ ايه مين؟ لك انا عباس، وينكم؟ صوتك مثل المباحث. فوت عباس. اهلين عباس. اهلا. عاش مين شافك؟ واخيرا هلا هلالك. شو اخيرا هلا هلالك؟ شو في يعني؟ شو قصدك يعني؟ واقف. شنطة؟ ايه. معك شب الكبة؟ خد ثلاثة هدي. شو شب الكبة؟ لحظة، شو عم تلعبوا 14؟ لا. شو لك؟ ترومبون. شو ترومبون هي؟ أول مرة بسمع فيها. هي نحن مخترعين ها. نحن مخترعين ها؟ ايه ما بيعرفها بعد ما لعبته. ما بتعرف هالترومبون؟ يا خي ما بعرفها ولا بدي أعرفها. أنت تمان هي. شو بدي بتمانها؟ بتعوزها. يا خي. أنا ضمنت. عباس شو بكون ملقحين واحد هيك وواحد هيك؟ عم نلعب ترامبون لنتسلى عباس. كعب وراس، شو صاير فيكم؟ خبروا شنطفي. خبروا انت يا حبيبي. المقانم بالاسطبل في عنا هيدي المورينة فوق على السقف. ايه قصت نزلت على نص دين سنسلة ظهري وصحقتني صحة. شو معها خبرية قطيعة على طوطعك انت المورينة؟ هيدا اي خبرية؟ لك ليش مقروء ايه؟ اه خبر. انا مقروء عباس. ايه انت مقروء؟ وانا مفتوق. شو صدقن واحد مقروء واحد مفتوق؟ شو صاير؟ شو صاير معكم؟ احكولي بقى. خبروا عباس؟ نعم. رحت لعند اجنس قلت لها وينك خربين الدنيا عليك؟ قالت لي راح لعند الشناطفة. ايه تفضل. شو خبرني؟ صرنا شهر ونص قاعدين ملوحين عند الشناطفة. شهر ونص؟ طيب طب شو صار معكم لواحد انفتق وواحد انقرق؟ في بتعرفوا ثروت تبع المصبغة؟ لا ما تيع المصبغة. ثروت مين؟ ثروت اخوه عفيف. ايش مين هذا؟ عفيف السياس. ايه عفيف السياس. ايه صديقه لشناطفي. بضل ما شناطفي ملقوح عنده بالاسطبل. عشان قدرك. ايه اعطانا تعليمي عن هذا الحصان الكرك الجديد اللي جايبينه. نعم. هذا شو اسمه؟ مضرب الهواء. مصفى. يا خيي خلص منيح. مضرب مصفى مخزق اللي هي. هيدا قالوا لنا انه هيدا حطوا الحيلة والفتيلة عليه. حطيته عليه؟ حطينا الحيلة والفتيلة عليه عبد. شو صار؟ اعطيه الجوكي بده طالبين منه يشده. يشده للحصان؟ لا شو ما يبدأ يشده؟ يشده للعفيف. طيب اوكي. خوال؟ يعني خلاص راحوا المصريات؟ نزل علي وشلاط في عميدان وعم يركض يا عباس. عم يركض مخزق الهواء. اركض يا مضرات. اركض وكل شيء. مصفى. قد ما صرخنا طلع ظلعومنا من شو بدي اقول لك؟ من وين شو بدك تقول لك؟ من دينينا. ايه انفطق يا عباس. يا لطيف. انفطقت. واحد انفطق وواحد انقرق. العمى نزل لي عرق. نزل لي فطق. طيب ماشي، كيف قاعدين؟ كيف عم تتسيسروا؟ كيف عم تدبروا اموركم؟ ما منيح اللي جيت. الله جابك خير. ليش شوفي؟ ما انا يعني بطل عندي يونيتس. ايه شو؟ التليفون. بطل عندك شو؟ يونيتس. ايه شو بدك؟ حتى ضق لك وش ناط في طارف. اها شحاض ولا شيء. حطيت ايدك من هذيك المرة. ماشي. هلا شو المطلوب بقى؟ المطلوب انك منيح اللي جيت. طيب اول شيء عندك شيء فيك تنط على الدكان تجيب لنا كم غرض عباس؟ ايه بجيب لك كم غرض. تشرب شيء؟ ما بديش. مين بده ضيفك شيء؟ مين بده يضيفنا؟ المفتوق والله المقروق. مين بده يضيفنا؟ مش قادرين. المقروق يا بطه. لك خلصني. ما انت ملقحان وهو ملقحان. شو بدك هلا من الدكان؟ يخبرنا اول شيء. نعم. انا مزحوم. شو انت؟ انزحمت فجاه. قطيع اللي تقطعك. بتضلك مزحوم؟ ما من الصبح ما قمت على الحمام. ما من الصبح؟ في اجلها باجلها لبكره. اجلها. خلص لبكره. بتأجل معك التكي هي ليش كبس الزر هي. تفضل. بتنط على الدكانه. شو بدك من تحت؟ على الصيدليه الفرماشيه. ايه بتجي تقول لهم بعتني معلم فريد يعطوك الاحفاضات لقياس ابو جنبه. لمين هو الاحفاضات؟ لا هذا الدب لاي فوق. وليه؟ اكسترا لارج. اه يا حبيبي. يا عباس. ايه طيب. عم بضل مصحوم. ايه شو عم يعمل؟ ما عم بيلحق ينزل حتى يروح على الحمام. عم صار عم بينش هذا السقف. وانا اقول هالريحه من اول ما فتت العمى شو فايت على الحمام. مبينه. يخرب بيتك كيف قاعد هالقعده لابس فوقات؟ لك كفه؟ وانا ما قادر اهرب منه. ما عم لحقه. طيب ما عم لحقه. شو بدك هلا من الدكان غير هذا الحفاض؟ شو بدنا نجيب؟ جبنا شيء نتصلي لانه عم نزهق. ايه جبنا بزر لقطين. منيح اللقطين؟ لقطين. بزر لقطين؟ ايه جيب لك شيء كمانية عصير لانه
طحها مظلعينا. طيب بزر لقطين وقنينة عصير وجيب معك كم حق لوح شوكولاتة. كم لوح شوكولاتة؟ طيب بسكوت بسكوتة بكون على بسكوت. لك عم تتوحموا انتوا والله مفتوقين، ما عم بفهم شو عليكم. لم ضيق منا شي يا عباس؟ لا ما مضيق منك، ما تدلش هلا. قرب قرب شوي. شو بدك؟ مزعوج منا شي يا عباس؟ ما مزعوج منك، خلص رح اروح اجيب لك. ضيق منا؟ نعم. ضيق منا؟ لا ماني مضايق منك، خلص خليك مثل ما انت لانزل اجيب لك هالغرضين واجي. عباس نعم. والأمالية نعم. انت مثل اخويا. نعم. في البرميل الزباله هون خده معك وكبه. ناطريني لاجي لتكبوا برميل الزباله العملية. ما بتشل بتنظف. ريحته طالعه على برا. شو اكلين؟ اكلنا اكلنا سمك وشربنا عرق. بوف فريد بدنا له عن القصب، جبنا قصب ماس. فيك تجيب لنا قصب مصمص؟ لك رق اسمه قصب سكر ما اسمه قصب مصمص. هيدا القصب تاع خلص بقى ما في قصب. شو بلا حدا عندك شي مشوار هون؟ اول مفرق عكار. هذا العزاوي ببيع عصب حصص كثير طيب. لك انت عود احسن مليحك بايدي هذه. ها انا كنت بفريد ماني مخلص. عباس نعم. شو بدك؟ تعال شوف والله منظر يا لطيف. شو هيدا؟ شايف شو هذا المبقبق؟ هيك شو هيدا؟ هذا القرق عباس. ترجيني لشوف. تعال شوف. تعال يي يا عليك شمرة مقروق عباس. لك يا عمي شو بدك فيه هلا انت؟ منقرات ولا شمرة؟ لا 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 وان شاء الله ما بنقرق كمان. انت فريد الكهرباء مقطوعة وانت قاعد بالعاشر عند هذا اللي ما يتسمى. بدك شي من تحت؟ خليني اطلع انزل جيب لك الغراض واطلع بقى. بدك شيش نطفة؟ شو خلص لا بزيادة. خلص روح يلا روح سهر يلا. وانت شو بتستحلي سناوة ولا همك؟ شو بس يعني انا ما كان ناقصني الا الشناطفة بعد. يعني خلصت من ابوك جيت انت يلا طلعيني شناطفة. سهر سهر ماشي يلا روح عباس يلا طير عباس يلا. ليش هيك اخلاقه ضيقه؟ ما بعرف. ترامبون. لك شو كم ترامبون معك؟ معي اربع ترامبونات. عيدهم ثلاثة ونص لانك زعبرت. ثلاثة ونص؟ اخر مرة بلعب معك كوتشينا. وانا كمان. الله لا يعطيك عافية لانت ولهو عشر طوابق بلا كهرباء انقطع نفسك. جبت العصير؟ ايه جبت لك. فرجيني اياها. هاي الاناناس صحيح حاطتها. اناناس؟ لك شو؟ انا من عندك بشرب اناناس. ليك تنطحت هالتنطيحة. انا بحب القوافة. ايوه. على وحام بقى ماشي على... انت قلت عصير جبنا لك عصير وهالشوكولاته. هو عصير يعني اناناس؟ اخ ما في عصير جوافه؟ ما في جوافه ولا ضراب السخن. شنطفه تشرب شيء؟ انا كان بدي مانجا. جاب لي مانجا. جبت له مانجا. لك والله العظيم رح اطلعك بايدي هيك. انت كمان اعمل لنا فنجان قهوه. فنجان قهوه بس نط سوي لنا فنجان قهوه. مين بده نط يجيب فنجان قهوه؟ انا بدي اجي اعمل لك قهوه. خلص انا بنط انا والقرق تاعي. ما روق خلص روق. في غير فنجان القهوة شيء؟ لا ما في شيء. هيدا هو ها؟ ايه ماشي. في بن؟ شو في؟ بن؟ هلا منطل ما بتعرف إذا عنده بن؟ بل عنده عنده بن. عندي بن. شوف عنده بن. عنده ما يعمل حجة؟ حجة ايه؟ حاجة حجة. فيها منيح. هدي ترمبونك أنت هدي. يا غشيم هيدا ترمبونك بالدق كله. لك ما عندكم غاز ما عم يولع الغاز؟ ما قضحته يا مقدح؟ لك اضحته؟ ما عم يولع عم ساوي في بهدي هيك وما عم يولع. ايه صرنا زمان ما غيرناها من 2013. بعدها شو هي اللي ما مغيرناها؟ معلش قلت غاز. شو ما تقول؟ فز عند لك يفز فزوك لوين بدي فز؟ عشر طوابق بتقلي فز؟ كلها نيت غاز. ايه وزع نيت غاز؟ ما بتعرف تساويها وتحملها. ما انت على اساس شو اسمه الرياضي والحميل والسبورتيف وكل شيء. في شيء غير قنينة الغاز؟ في شيء؟ لا لا حب هيل بدك اياها بن مع هيل ولا عادة؟ لك العمى بقلبك عمي والله بجلدك بلقشاط. ها العمى بقلبك بدك جلد؟ خليه يعطيك شو اسمه جلد جديدة. ايه بعرف رح يعطيني جلدة. ايه العمى ولا؟ ترمبونك هيدا. لك ترمبونك يا غشيم. الله لا يعطيك عافية لا انت ولا هو. اخ فوت عباس فوت عباس. فايت حطها عباس روح عباس. انا شايفة ناس كركات بس ما مثلك. ماشي اذا بتطلب غرض بعد ما بتعرف شو بيصير. ها عباس خلص ولا يهمك. شنطة لا بده قهوة والله. اه وعشو نتعنا قنينة الغاز ونزلنا جبناها؟ ما رح تروح دعان. لا امبلا بدي اقوم اعمل قهوة. انا جاي عبالي اشرب قهوة. ايه قوم ميكم ايه رح قوم. اي اي اوف فريش باك. اخ بس ايش بك شو عباس؟ لح ما تقلو اتقلت وليه؟ عم شو هيدا؟ اخ صفارين نزلوا. بس نزل لي القرق. ايه نقرق؟ ايه غريب مثله بقى قاعد كل الوقت.
انا قاعد كل الوقت؟ مين اللي نزلني وطلعني 20 مرة؟ بانا. لك كيف ما انت؟ مش انت قلت لي زير جيب لي عصير؟ بلا انا. لك مش انت اللي قلت لي جيب لي هذه غاز وبدك تعملوا قهوة؟ بلا انا. يعني انت اللي قرأتني؟ لا ما انا. هش تعمل لي فيها انا وما انا هاي؟ يلا نروح لكان. اخ طب مين بده يخدمنا هلا بهالوقت؟ هلا من الله بيدبرها. تلعب ترمبون؟ لك اي ترمبون؟ عا تعمل لي ترمبون وساكسفون انت كمان؟ وينو؟ بوفي؟ نعم يا فريد؟ قطع. شفت كيف؟ ايه وقف بالكادر. تخدمنا؟ ايه على راسي. لا تنقري هالقد، خدمه.